أصدقائي، اليوم رح نتعلم كيف رح نعمل لعبة بالفوم. طبعاً رح نستعمل تسخين الحراري بالمكواة أو بالستريت. طبعاً رح نستعمل كرة فلين، وبواسطة كرة الفلين رح نعمل وجه للدمية. طبعاً رح يعطينا الفلين الملمس اللي إحنا رح نحتاجه. بالتسخين رح يكون مطاطي وسهل نستعمله وياخد شكل القالب معنا. بهالطريقة إحنا بنعمل شعر اللعبة عن طريق التسخين بالستريت. هيك احنا عملنا لها مقدمة الرأس اللي هي الغرة وراح نلزقها بهالشكل. راح يصير عنا مقدمة الرأس للدمية. راح نستعمل شعر الكيرلي. راح نقطع الفلين والفوم بهالطريقة وراح نلفه على عود خشبي حتى نعمل الكيرلي هير. بهالطريقة هيك احنا عملنا شعر الكيرلي للدمية. رح نلزقه بأطرافها الرأس الأخيرة. بعد ما انتهينا من رأس اللعبة رح نعمل اللي هي رقبة اللعبة. رح نحط عنا عود خشبي ونلفه بقطعة من الفوم و نغرسه في الرأس ونغرسه فيه في كرة فلينية تانية حتى تاخد معنا شكل الجسم. رح نعمل إدريس للعبة. رح يكون بواسطة الفوم وراح نستعمل التل الخفيف حتى يعطينا شكل الفستان اللي بدنا نحصل عليه للدمية. بهالطريقة جهزنا فستان اللعبة. هلأ راح نعمل اللي هي الأقدام للعبة وراح نعمل حذائها. هلأ احنا بنعمل السيقان، بنلفها بواسطة سلك حديدي سهل الحركة حتى نستطيع انه نحرك الرجلين. راح نعمل نفس الشيء اللي هي القالب، نلبسه في كرة فلينية لكن نصفها حتى ياخد معنا شكل الحذاء. هيك احنا اخذنا قاعدة الحذاء للدمية. راح نعمل له قاعدة بسيطة حتى نستطيع نحرك الاقدام بالطريقة اللي احنا بدنا اياها وحتى يكون في قاعدة للحذاء. راح نلف منتصفها حتى ما يبين عنا الزوايد. هيك بهالطريقة بيكون عنا جهز الحذاء. طبعا راح نزينه باشياء احنا بنحتاجها، ممكن مثل شبر، ممكن مثل استرس او اي شيء متوفر عنا. انا هنا زينته بريش. مثل ما انتو شايفين انا هنا قاعدة عم بغرس بالساق في الحذاء وبغرسها في منتصف الكرة الفلانية اللي انا حطيتها، اللي هي صنعت منها قالب جسم العروسة او الدمية. راح نعمل الايدي او الايادي بنفس الطريقة وراح ارسم اللي هو الذراع حتى تكون سهلة التحريك. بهالطريقة طبعا انا جهزت الايادي. طبعا مثل ما انتو شايفين اللعبة هيك صارت عندي جاهزة وصارت مرنة التحريك. راح الزق العيون في الوجه، برسم تفاصيل بسيطة للدمية أو العروسة اللي هو الأنف والدم، وقاعدة هلأ عم بزين برأس اللعبة. ممكن بشكل بسيطة احنا عملناها أو بأي شكل متوفر عندكم بالبيت غير مستعملة. هيك احنا عملنا جسم اللعبة ورأسها. ممكن نعمل الدمية بعدة نماذج مثل ما انتو شايفين. بتمنى تنال اعجابكم فقرتنا لها اليوم، وان شاء الله تكونوا مستمتعين وتصنعوا دميتكم بنفسكم.